هذا محمد بن إسماعيل حفيد الإمام الصادق عليه السلام، ابن أخ الإمام الكاظم عليه السلام، لكنه مذموم خبيث، وكان السبب في شهادة الإمام الكاظم. دخل على هارون قال له: ما ظننت أن في الأرض خليفتين حتى رأيت عمي موسى بن جعفر يسلم علي بالخلافة. الحق، مو بس أنت الخليفة، أكو خليفة منافس إلك ترى، دي يدخلون علي، عمي يدخلون علي، أشوفهم أنه يدخلون علي، والسلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هو الخليفة الشرعي. ثارت ثائرة هارون، نزل انحدر إلى المدينة هو بنفسه، دخل المسجد النبوي الشريف، ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال له: يا ابن عم، إني أريد أن أعتذر إليك من أمر سأقوم به، أريد أن أحبس موسى بن جعفر لأنه يريد إيقاع الفتنة في أمتك. شلون أنا خليفة وهو يقول أنا هم خليفة، والناس تروح له، وشطر الدنيا صاروا يعتقدون بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام. حملات التشيع والمد الشيعي في زمان الإمام الكاظم كانت جدا مزدهرة، توسعت بشكل رهيب، كبيرة جدا، قرى، أمم، قبائل تشيعت. فخاف هارون على ملكه، اتهم الإمام الكاظم عليه السلام بالفتنة، أخذه، سجنه. كل هاي السنوات الطويلة آخر شيء طلع الإمام الكاظم عليه السلام جنازة على جسر بغداد. من الذي حرض هارون على كل هذا؟ ابن أخ الإمام. لذلك أتصور الآن تستشعرون ليش يعني في داخلي كل هذا الغضب على هذه الشخصية اللعينة. لازم ننتبه إخواني، كثير من مآسي أئمتنا الأطهار عليهم السلام إنما جاءتهم من أقاربهم، ممن هم حولهم. الخيانة إذا تكون داخلية تصير قاصمة للظهر، أما إذا تكون خارجية، العداء الخارجي يمكن التصدي له، الداخلي صعب. هذا اللي يسمونه الطابور الخامس مثلا، هذا اللي من وراء ظهرك يطعنك، جدا صعب. يستغل قربه من أهل البيت عليهم السلام. هذا الناس كانت تشتري بفلسين؟ ما تشتري بفلسين، لكن بالدعاء، بأي عنوان، أنا ابن رسول الله، أنا ابن أمير المؤمنين، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن جعفر ابن محمد الصادق. بهذا العنوان جمع الناس حوله وادعى الإمامة. أخيرا ادعى الإمامة وفتح باب التأويل، وقومه أو جماعته أيضا زادوا عليه، إلى أن بعض فرق الإسماعيلية ألهوه أصلا، ألهوه يعني يقولون بالتأليه إلى هذه الدرجة.